نحن في البزار الثاني الذي تقيمه هيئة المرأة بدعم من وزارة الصناعة وكذلك من جامعة الموصل. جامعة الموصل كما يعلم الجميع داعمة لكل النشاطات العلمية والإنسانية، وهذا المعرض يقام لكفالة اليتيم، وإن شاء الله سيحظى بقبول وبنجاح كبير من قبل المواطنين، وسيكون مفتوح لمدة 5 أيام. ندعو كافة العوائل وكافة المواطنين للتبضع، لأن ريع هذا البزار سيكون لليتيم. جميل جدا أن يكون هناك التفاتة لشريحة مهمة في مجتمعنا الموصلي، ألا وهي شريحة اليتيم. بالحقيقة حالة إنسانية عظيمة أن نلتفت إلى هذه الشريحة ونحاول أن نعطيها من الحنان والمحبة والاهتمام والالتفات الجميلة، من أجل أن تشعر هذه الشريحة بكونها شريحة أصيلة ولا ينقصها شيء. البازار هذا كافل اليتيم الثاني، بعد ما افتتحنا بازار كافل اليتيم الأول كان بيوم 20/10 بدعم من منظمة أرض لماسو، بما أنه عندهم بروتوكول تعاون مع رئاسة الجامعة، يعني عرفوا إحنا عندنا بازار فما قصروا، يعني كافة المساعدات والمعونات اللوجستية من ناحية القاعة انطونا مجانا والأثاث والكذا، وبقينا الترتيبات أني وبنات الهيئة هيئة شؤون المرأة، وهذول البنات يشتغلون يعني كل من عندهم وبالبزار واللي ينباع لهم. حقيقة توجيه معالي وزير الصناعة والمعادن لنا برعاية مثل هكذا مؤتمرات تتضمن جانبين، أولا جانب إنساني وهو تذكير المجتمع الموصلي أنه هنالك ترى كثير من الأيتام موجودين في مجتمعنا بسبب الظروف والأحداث وإجرام العصابات الإرهابية. كذلك الشق الثاني من الاهتمام به هو الصناعة اليدوية، وليس فقط تصنع انه يصنع الا في منشآت الدولة. طبعا اكيد راح تساعد اليتامى، لانه احنا هاي الاشياء اللي اشتغلناها راح نبيعها وعندنا صندوق للتبرعات، وكلها بالتالي راح تروح لليتامى ولو هو جزء كلش صغير، انه بس مساهمة بسيطة انه حتى احنا نقدر نساعدهم. مشاركتنا اشغال يدوية متنوعة، هاي الاشغال شموع معطرة وهاي قلايد، هاي نشتغلها يدوي. احنا شغلنا نشتغل بالريزن ارت، بصفحتنا موصل ريزن ارت، نشتغل الريزن بالقوالب على الخشب، نشتغل بالقوالب السيليكون.